ليلة مصرية كروية هتجمع بين فريق النادي الأهلي وفريق نادي الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر القديمة. الأهلي تحت قيادة البرتغالي ريكاردو ساويرز بيسعى لاقتناص لقب الكأس عشان يصالح جماهيره بعد الخسارة من بيراميدز في الدوري الممتاز. أما الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا فهيدخل لقاء القمة بعد ما قدم مستوى متميز واستثنائي في الدوري وتصدر ترتيب جدول المسابقة. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر كانت شاهدة على مباريات قوية وحماسية من جانب القطبين الأهلي والزمالك. واجهوا بعض في كأس مصر في الأدوار المختلفة في 31 مباراة، فاز الأهلي في 16 مباراة والزمالك في 10 مباريات فقط. اتعادلوا في 5 مباريات ولعبوا الفرقتين 20 مباراة نهائية في كأس مصر. فاز الأهلي في 9 وفاز الزمالك في 8 وتعادلوا في 3 مباريات. وفي آخر 10 سنين كان أول نهائي يجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 16 يونيو 2006. تفوق فيه الأهلي بشكل واضح وكبير وفاز بنتيجة 3-0. المواجهة التالية بين الفرقتين كان يوم 2 يوليو 2007 وخسر الزمالك من الأهلي وتعرض للخسارة بنتيجة 3-4 في الوقت الإضافي. ودي كانت من أكتر المباريات قوة بين قطبي الكرة المصرية في التاريخ في نهائي كأس مصر. وقدر الزمالك يحقق بطولة كأس مصر على حساب الأهلي تحت قيادة البرتغالي فيريرا المدرب الحالي للفريق بنتيجة 2-0 في 21 سبتمبر 2015. وفي السنة اللي وراها حافظ نادي الزمالك على لقب كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في 8 أغسطس 2016.